تقنيات جديدة ظهرت هذه السنة وأجهزة سنأخذ نبذة عنها حتى نتعرف عليها. جوجل جلاس أو نظارة جوجل التي سمعنا عنها في عام 2012 دخلت خط الإنتاج والتطبيق في عام 2013، لكن لا يزال مستخدموها يبدو غريبي الأطوار، خاصة وهم يتحدثون أو يعشرون في الفراغ. حتى الساعة لم تسلم، فسوني وسامسونج وحتى شركة نيسان دخلنا مجال الساعات الذكية لتصميم عصري وخصائص مميزة. خاتم الزواج هو الآخر تعرض لشحنة تقنية ليطلق ثورة الخواتم الذكية سمارت رينج، يمكن مستخدميها من التواصل والتحكم بهواتفهم من خلاله. لا بل وصار بالإمكان الاستعاضة عن الساعة التي كانت في المعصم والاكتفاء بهذا الخاتم. وللجنون فنون. الفضل في الاستغناء عن كل ما هو قديم وتقليدي يعود إلى هذه الأجهزة الذكية وانتشارها كالآيباد إير والآيباد ميني وكذلك الكندل HDX من أمازون، ولا ننسى طبعا التابلت من نظام أندرويد. هناك أيضا الهواتف الذكية كالآيفون 5S والS4 والنوت 3 والإكسبيريا Z1 والعديد من الأجهزة التي انتشرت والتي جمعت احتياجات الشخص في مكان واحد، إلا أنه يبقى رهينة للبطارية، فور انتهائها كل شيء ينتهي. بعد ذلك جاءت LG وهاتفها الذكي المقوس فليكس، وهذا الهاتف يمتاز عن غيره بأنه مقوس كما قلنا، وأيضا سطحه مقاوم للاحتكاك، فخلال دقيقتين يستطيع هذا الجهاز أن يعالج نفسه، يعني محتاج دكتور. وهذا ما سيقودنا إلى أن الشاشات المقوسة ستنتقل من الأجهزة الصغيرة إلى الشاشات الكبيرة، فهذه الشاشات الكبيرة باتت الآن موجودة في الأسواق، ولكن سنشاهد انتشارها بشكل أوسع خلال السنة القادمة. الآن ماذا ستفعل إذا كان شاشتك أو تلفازك قديماً بعض الشيء؟ هنالك كروم كاست من جوجل، وهو جهاز رخيص في الثمن، إلا أنه لديه مفعول جدا جيد، فمن خلاله يمكنك أن تشاهد ما تراه على هاتفك الذكي على شاشة كبيرة، وأيضا تتصفح الإنترنت، وسعره كما قلنا رخيص. طيب الآن إذا كنا نريد التفاعل وتحريك الأشياء ونقلها من مكان إلى آخر باستخدام الحاسوب، فعليكم باقتناء ليب موشن والذي ظهر هذه السنة، وهذا الجهاز يستطيع أن يمكنك من تحريك كل الأشياء والتفاعل مع حاسوبك. ماذا يعني ذلك؟ يعني أننا نسينا شيئا مهما، وهي ألعاب الفيديو. فهناك الإكس بوكس 1 وبلاي ستيشن 4 اللذين ظهرا خلال هذه السنة، وكانت هاتين المنصتين تتقاتلان على اللاعبين من سيتوجه إلى أي منصة، ولذلك فور صدور الجهازين تم الانتهاء من بيع 1,000,000 جهاز في فترة وجيزة جدا، وبالتالي كان هذا أمرا جدا جيدا لكلا الشركتين. كان معكم سلطان بتاوي العربية.